بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقه جديده من برنامج الترند. اكيد خلال الفتره اللي جايه هيكون الحديث بالكامل خلال هذا الاسبوع على مباراه القمه يوم الخميس المقبل، مباراه الاهلي والزمالك. هذه المباراه المهمه جدا اللي باذن الله ان شاء الله من خلالها قد يتوج الاهلي بطلا للدوري العام، او قد تكون مباراه احتفاليه خاصه بعد انتظار نتيجه مباراه سيراميكا كليوباترا امام بيراميدز غدا في الدوري العام. الاهلي قطع شوط كبير جدا في اعلانه رسميا بطل للدوري العام بنسبه تتخطى اكثر من 99%، خاصه بعد الفوز على الاتحاد السكندري بالامس بهدفين مقابل لا شيء في استاد برج العرب. هدفين ولا اروع بالتاكيد حسم الاهلي بيهم المباراه مبكرا في الشوط الاول، ولكن نقدر نقول ان الفتره الجايه باذن الله هتكون فتره مهمه جدا بالنسبه لمشوار فريق النادي الاهلي في الفتره القادمه. بعد التعادل مع الاسماعيلي، بعد الفوز على الاتحاد، الاهلي لم يتبقى امامه سوى نقطتين لحسمه رسميا بطل للدوري العام واستعاده الدره الذي فقده خلال اخر عامين مثله مثل البطوله الافريقيه. الاهلي خسر دوري ابطال افريقيا العام الماضي، ولكن بالاصرار بالتحدي قدر الاهلي يستعيد من جديد لقب الاميره السمراء ويفوز الاهلي بدوري الابطال. وخلال ساعات هذا الاسبوع ان شاء الله باذن الله هيعلن الاهلي رسميا بطل للدوري العام في النسخه الحاليه موسم 2022-2023. حلقه النهارده فيها كواليس مهمه جدا، وهنتكلم عن المرحله القادمه، وهنتكلم عن ابرز الايجابيات اللي خرج بها الاهلي هذا الموسم خاصه بعد لقاء الاتحاد السكندري، وهناكد على بعض الاخبار والانفرادات اللي اتكلمنا عليها خلال الاسبوع الماضي وتم اعلانها رسميا من الاتحاد الافريقي عبر اجتماع لجنته التنفيذيه يوم الجمعه الماضي. ولكن نبدا حلقتنا بسؤال حلقه اليوم، وسؤال حلقه النهارده عايز اعرف في رايكم مين افضل لاعب ظهر في مباراه الاهلي امام الاتحاد بالدوري امس. تقدروا تشاركوا معنا عبر صفحات القناه على الفيسبوك والانستجرام، وفي الفقره الاخيره هستعرض اكبر قدر من ارائكم على افضل لاعب في الاهلي في مباراه الاتحاد بالدوري امس. ولكن نروح لاهم العناوين. في ترند الاهلي، الفريق راحة من التدريبات 48 ساعة. وفي الترند المحلي، أربع لاعبين من المنتخب الأولمبي في التشكيل المثالي لأمم إفريقيا. وفي الترند العالمي، الهلال السعودي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه. النهارده كمان هنتكلم على انجاز منتخبنا الاولمبي اللي وصل لنهائي البطوله وتاهل الى الالعاب الاولمبيه في باريس، ولكن لسوء الحظ خسر منتخبنا المباراه النهائيه امام المغرب بنتيجه 1-2. ولكن مبروك لرجاله مصر على هذا الاداء المشرف وتحقيق الهدف الاساسي وهو التاهل الى الالعاب الاولمبيه في باريس. طيب نروح استعراض مباريات اليوم. النهارده في مباراه في الجوله 33 من الدوري العام، فاركو هيلعب مع المصري الساعه 8:30، دي ابرز مباراه اليوم. ولكن بكره اكيد في مباريات حاسمه في مساله البقاء او الصراع على البقاء في الدوري والنجاه من الهبوط للدرجات الادنى. كل المباريات دي هتكون بكره، ومباريات كلها في توقيت واحد. نخرج الى فاصل ونرجع بعد الفاصل نبدا نتكلم على ابرز الاخبار والكواليس. قبل ما اتكلم على الاهلي ومشواره في هذه البطوله وبطوله الدوري والمشوار الطويل والانجاز اللي هيتحقق ان شاء الله خلال الساعات القادمه بالفوز بالخماسيه خلال هذا الموسم، عايز اتكلم على منتخبنا الاولمبي، لان المنتخب ده تحديدا لو نسترجع كده الايام اللي فاتت او الفتره اللي فاتت، المنتخب ده اتكون ازاي؟ اختياراته كانت ازاي؟ الجهاز الفني للمنتخب كان مين هيتولى المسؤوليه؟ كان في كلام كتير قوي في الفتره دي، واتذكر وقتها كان في مدربين كتير ما كانوش عايزين يتولوا هذه المسؤوليه، والكل قال لك الجيل ده جيل يعني فقير فنيا، مش هيقدر يحقق نفس الانجازات اللي اتحققت من الجيل اللي قبله اللي كان موجود في اولمبياد طوكيو. وكانت في صعوبات بالنسبه لهذا الجيل، حتى على مستوى الاعداد على فكره، برضو مستوى الاعداد ما كانش بالمستوى الكبير. يعني ما لعبوش مباريات دوليه كبيره، ما خدوش فترات معسكرات كتيره، زي ما كان بيحصل في الفترات السنوات السابقه، كان في فترات منتخبات ناشئين واولمبي وشباب كانت ممكن تعسكر مثلا في السنه اكتر من حوالي 10-15 مره، والامر مش مرتبط بالاجنده الدوليه. ولكن الجيل ده تحديدا والمنتخب ده تحديدا واجه صعوبات كبيره جدا عشان يقدر يحقق الانجاز اللي تحقق في بطوله المغرب تحت 23 سنه. حاجة تانية كمان، لو تبصوا على القوائم الفرق اللي شاركت في البطولة، منتخب مصر من المنتخبات القليلة جدا اللي شاركت بقوام لاعبين محليين. يعني أنا لما بصيت على قوائم المنتخبات الثمانية اللي شاركوا في البطولة، كل المنتخبات بلا استثناء عندها ما يقرب من حوالي 15-20 لاعب محترف.
كلهم بلا استثناء ما عدا منتخب مصر، كلهم بلا استثناء بيلعبوا في الدوري المحلي، ويمكن اكتر من نصهم ما بيلعبوش بشكل اساسي كمان. يعني حتى اللعيبه اللي ظهرت بشكل متميز وخدت جوائز الافضل في البطوله مش اساسيين حتى في الانديه بتاعتهم، ومع ذلك قدروا يقطعوا بطاقه التاهل الى الالعاب الاولمبيه في باريس ويتاهلوا للمباراه النهائيه. ولولا حاله الطرد اللي تعرض لها منتخبنا من خلال محمود صابر كان ممكن منتخب مصر يذهب بعيدا ويقدر يحقق نتيجه جيده في هذه المباراه النهائيه ويكسب البطوله. ولكن الحمد لله، يعني ليس في الامكان افضل مما كان انك تلعب ناقص لاعب على مدار اكتر من حوالي 100 دقيقه. ده الماتش امبارح كان 120 دقيقه، انت بعد ثلث ساعه كنت بتلعب ناقص لاعب 100 دقيقه وانت ناقص لاعب، ده انجاز كبير جدا امام فريق المغرب المدجج بافضل اللاعبين المحترفين في اوروبا في هذه المرحله السنيه. لعيبه بتلعب في برشلونه، بيلعبوا في الدوري الانجليزي، في لعيبه بتلعب في دوريات كبيره جدا، وفي لعيبه كان عليها صراع مع منتخبات اوروبيه عشان الجنسيه، وقدرت الجامعه المغربيه ان هي تديهم الجنسيه المغربيه عشان يشاركوا مع المنتخبات في الاعمار السنيه المختلفه. فكان جيل ومنتخب بيعد منذ فتره والبطوله بتتلعب على ارضه. فالنتيجه اللي اتحققت في هذه البطوله انا بحيي بجد كل الجهاز الفني من اول روجيرو ميكالي، الجهاز المعاون، كل اللاعبين، كل افراد الفريق، المشرف على المنتخب الكابتن محمد بركات، الجهاز الاداري، الجهاز الطبي، مجلس اداره الاتحاد، بالنتائج الايجابيه اللي موجوده حاليا في المنتخب الاول وفي المنتخب الاولمبي. الفتره الجايه بقى نتمنى ان يكون في اعداد جيد لهذا الجيل عشان يعملوا نتيجه كويسه ان شاء الله في الالعاب الاولمبيه في باريس. ميزه كويسه ان البطوله في باريس، فهيبقى في وجود كبير جدا للجاليه المصريه، مفيش بقى الساعه البيولوجيه عكس الدوره اللي فاتت في طوكيو، فان شاء الله الجيل ده يقدر يحقق انجاز كبير جدا. حارس مرمى النادي الاهلي خد احسن حارس في هذه البطوله، حمزه علاء. واحنا قلنا هنا في اكتر من مره ان الاهلي عنده افضل حراس موجودين في افريقيا في جميع المراحل السنيه. الشناوي، لطفي، مصطفى شوبير، حمزه علاء. وحمزه علاء على مدار البطوله كل زملائه في الاهلي وحراس الاهلي كانوا بيكلموه على مدار البطوله. حمزه علاء رغم الهدف اللي احرز في مرماه بالامس، ولكن الاتحاد الافريقي كان واخد قرار ان من خلال اللجنه الفنيه افضل حارس مرمى في البطوله هو حمزه علاء حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الاولمبي. كمان ابراهيم عادل عمل بطوله على اعلى مستوى. ابراهيم عادل نجم في فريق بيراميدز، ان شاء الله نتمنى له التوفيق. كلام النهارده كتير جدا على ان فكره عروض احتراف ممكن اندرلخت يتفاوض لضم اللاعب. انا اتمنى يا رب ان شاء الله نشوف ابراهيم عادل الفتره الجايه في الدوريات الاوروبيه. الجيل ده اتمنى الفتره الجايه على الاقل يخرج منه خمس ست لعيبه، لان الجيل ده مع جيل المنتخب الاول هيبقى لعيبه مهمه جدا وجيل قوي جدا لمنتخبنا في كاس الامم في الكوت ديفوار. امبارح حبيت اسال ليه امبارح الكابتن محمد بركات رئيس البعثه ما كانش موجود في مراسم التتويج. كلنا عارفين دايما حتى سيستم الاهلي لما بيكون فيه رئيس للبعثه هو اللي بيكون موجود على منصه التتويج، ولكن محمد بركات امبارح كان عنده حاله حزن شديده جدا، ما كانش قادر يقف في منصه التتويج او ينزل، فنزل مكانه الكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري. وبصراحه بامانه كل التحيه والتقدير لمحمد بركات وحازم امام السنه دي على التخطيط الجيد اللي حصل بالنسبه للمنتخب الاول والاولمبي، ونتمنى التوفيق للفتره اللي جايه. لما بنشوف حاجه غلط بننتقد، ولما نشوف حاجه ايجابيه لازم نشيد بالمسؤولين اللي اشتغلوا على هذه الفتره، وبجد تحيه ليهم وتحيه لميكالي على انه قدر يصنع جيل قوي جدا. ناس كتيره كانت رافضه تدرب هذا الجيل، ولكن الراجل بصراحه من خلال قدراته التدريبيه عمل فريق مميز بيقدر يدافع بشكل جيد جدا، وفي نفس الوقت بيقدر يهاجم وبيحرز اهداف وبيعرف يكسب. والبعض يقول لي اصل البطوله دي ممكن تكون ضعيفه فالمنتخب قدر يوصل للمراحل دي، هي فين الكوت ديفوار؟ فين الكاميرون؟ فين السنغال؟ غانا حتى خرجت من الدور الاول. لا يا جماعه، لو بصيتوا على مجموعه مصر هتلاقوا معانا الجابون، نيجيريا، مالي والنيجر. الجابون، مالي، النيجر، دول الثلاث فرق اللي اقصوا السنغال والكوت ديفوار والكاميرون. يعني الثلاث فرق المدارس القرويه الكبيره في افريقيا خرجوا على ايد المنتخبات الثلاثه اللي كانوا مع منتخب مصر في المجموعه. فمجموعتنا كانت صعبه على فكره، وصعدنا اول، ولما كسبنا غينيا في نصف النهائي، غينيا دي اللي اقصت غانا، يعني المباراه الفاصله في الجوله الثالثه ما بين غينيا وغانا كان الكسبان يتاهل على طول، قدرت غينيا تقصي غانا. لما لعبنا غينيا فرضنا كورتنا على فريق غينيا وكسبناه. حتى المغرب كان عندنا قدره ان نكسب المغرب، وحتى الزملاء الاعلاميين في المغرب كلهم بلا استثناء امبارح اثناء المباراه كل كان بيشيد جدا باداء منتخبنا الوطني، والبعض منهم كان متفاجئ كمان ان الجيل ده من منتخب مصر كلهم بيلعبوا في الدوري المصري، مفيش ولا لاعب محترف. ف خسرنا بطوله ولكن كسبنا جيل
ممكن نبني عليه خلال الفترة اللي جاية، والهدف الأساسي من البطولة دي هو التأهل للألعاب الأولمبية. فألف مبروك لمنتخبنا الأولمبي، ألف مبروك لحمزة علاء، مبروك لإبراهيم عادل ولكل أفراد هذا الجيل العظيم اللي ظهر بشكل كويس جدا ومشرف في بطولة المغرب تحت 23 سنة. طيب نروح بقى لبعض الأخبار المتعلقة بالأهلي، ودي مهمة جدا قبل ما ننتقل للحديث عن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري. خلال الساعات اللي فاتت كان في كلام كتير جدا على فكرة عودة بعض اللاعبين المعارين في بعض الأندية، أنا مش هذكر أسامي ولكن هتكلم في الإطار العام عشان بس جمهور الأهلي يبقى عارف الحقيقة فين. النادي الأهلي لما بيقرر دلوقتي عدم استكمال فترة إعارة لاعب أو الاكتفاء طبقا للعقد بفترة إعارة أي لاعب، بيقررها طبقا للشروط التعاقدية، بيقررها طبقا للشروط التعاقدية. ولكن هل قطع الإعارة ممكن يكون له علاقة بأن اللاعب العائد من الإعارة هيكون موجود للفريق في الموسم اللي جاي؟ لا، فكرة الاستقرار على قائمة الفريق الموسم اللي جاي لسه هتاخد شوية وقت بعد نهاية الموسم أو بعد ما تحسم الدورة، يبقى في اجتماع وممكن لعيبة ترجع من إعارة ويتم إعارتها لأندية أخرى. ولكن مش معنى أن في لاعب التزم ببنود التعاقد وقال له خلاص اللاعب انتهى تعاقده أو انتهت الإعارة بنهاية المباريات أو بنهاية الموسم يرجع، أو الإخطار الرسمي يتبعت لأي من الأندية فبالتالي اللاعب ده خلاص هيكون على ذمة الفريق الموسم اللي جاي. لا يا جماعة، الأمر مرتبط بس ببعض الشروط التعاقدية عشان تقدر تحافظ على حقوقك خلال الفترة الجاية لما يتم تسويق لاعب لنادي آخر، أو ممكن تستفيد باللاعب ده في القايمة بناء على احتياجات لك للموسم اللي جاي. ولكن لغاية اللحظة دي مفيش قرار رسمي في مسألة اللاعب العائد من الإعارة هيكون موجود معاك الموسم اللي جاي، دون ذكر أسماء، لأن الساعات الأخيرة أنا سمعت أسماء كتيرة جدا ناس بتقول دي خلاص رجعت وهتكون موجودة، ودي لو رجعت ومعناها إن هي موجودة الفترة الجاية فالأهلي مش هيجيب في المركز ده لاعب أو اتنين. لسه في كلام كتير قوي في المسألة دي. طيب ماتش الأهلي والاتحاد السكندري كان ماتش مهم جدا، خاصة بعد نتيجة التعادل مع الإسماعيلي. مباراة كانت فيها تفاصيل فنية كتير، ولكن قبل ما اروح للتفاصيل الفنيه مهم جدا نسمع الرؤيه الفنيه لدكتور احمد ثابت، هيكون معانا من خلال زوم عشان نسمع رايه في هذه المباراه. طبعا هيكون معايا بعد قليل لسه مش جاهز. طيب هتكلم على مباراه الاهلي والاتحاد. المباراه في حد ذاتها قلت لحضراتكم كان مهم جدا المكسب، لان انت خلاص على اعتاب اعلانك فوزك بالدوري العام نقطتين، في حال خساره بيراميدز من سيراميكا هيتوج الاهلي بطلا للدوري العام قبل مباراه الزمالك، في حال فوز بيراميدز ان شاء الله تنزل مباراه الزمالك ايا كانت هذه المباراه اهميتها، دي مباراه ليها حسابات خاصه، فهتلعب على المكسب عشان تكسب الزمالك، تكسب الديربي وتلعب على الفوز على الزمالك عشان تعلن رسميا بطلا للدوري العام. طيب مباراه امبارح فيها تفاصيل فنيه كتيره جدا، وعشان نتكلم عليها اكيد لازم نروح لدكتور احمد ثابت المحلل الفني عشان نتكلم معاه على هذه المباراة. دكتور أحمد مساء الفل، هو معانا دلوقتي من خلال زوم عشان نتكلم معاه على بعض النقاط الفنية اللي رصدها بالتأكيد من خلال هذه المباراة. دكتور أحمد مساء الفل. مساء الجمال عليك يا محمد، ودايما متألق وفاضل كده إن شاء الله خطوة على الدوري بإذن الله. بإذن الله. طب الأرقام بقى اللي رصدتها بخصوص مباراة الأهلي والاتحاد امبارح. خليني اقول لك ان المباراه امبارح فيها الحمد لله فيها ايجابيات كتير. اول حاجه ان يعني خلينا نقول ان احنا زي ما قلنا كسبنا وخلاص، فاضل ان شاء الله مستنيين يا اما نادي بيراميدز يتعادل او يخسر من سيراميكا والدوري يتحسم قبل مباراه الاهلي والزمالك، او ان انت تاخد نقطتين من اي مباراه قادمه تفوز على نادي الزمالك يوم الخميس وتحتفل بالدوري في هذه المباراه ان شاء الله. الحاجه الثانيه خلينا اقول لك ان اهم حاجه برضو ان كان في عندنا 7 لعيبه حاصلين على انذارين، وكان حصولهم على اي انذار او كارت اصفر امبارح كان هيتم ايقافهم في عن مباراه الزمالك، وبالتالي ولا واحد فيهم الحمد لله حصل على اي انذارات. النادي الاهلي تفوق طبعا في كل شيء زي ما تفوق في اغلب المباريات الاخيره على مستوى الاستحواذ على مستوى المحاولات. انا شايف ان في مكاسب كتير، اولا برضو لو حتى عرضنا الهدف بتاع كهربا، بص مستوى الضغط، بص الضغط، النادي الاهلي امبارح اصر ان هو في اول ربع ساعه يعمل ضغط عالي بشكل مستمر، يفرض رتم عالي، يحاول ان هو يخطف هدف ويامن الهدف بهدف تاني عشان يقدر يريح. انا شايف بصراحه ان كهربا تطور بشكل كبير جدا 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 خاصه على المستوى البدني. بص هنا محمد، ارجع ثانيه، بص الضغط من رميه التماس، بص الضغط العالي اللي عامله لعيبه النادي الاهلي والتحول من الدفاع للهجوم بشكل
ممتاز. أكيد ممكن ناس تفتكر ان الجون سهل بالنسبه لكهربا، ولكن القطع على القائم القريب، وان انت تبص الضغط هنا، الدور اللي عمله فخري اللي قدم برضه واحده من افضل مبارياته امبارح، محمد فخري احسن مباراه ليه مع النادي الاهلي، واحد من مكاسب المباراه، بيرسي تاو كهربا وهو بيقطع على القريبه وبيحط المدافع في ظهره، هو اللي خلى احساس ان الكره ايه سهله او الجون سهل، وجود كهربا والجمال بتاع كهربا. خليني اقول لحضرتك كمان ان الاسبرنتات اللي عملها كهربا في الشوط الثاني، واضح ان كهربا يا جماعه جاي بدني ان شاء الله. كهربا لما يفضل على المستوى ده، اعتقد ان تطور كهربا مع بيرسي تاو ومع حسين الشحات، ان الثلاثه اللي قدام بيعيشوا افضل فترات حياتهم الكرويه، سواء بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا، وهم اقوى ثلاثي هجومي على المستوى الافريقي بشوفه من وجهه نظري. خليني اقول لك بعض الارقام كده للنادي الاهلي. النادي الاهلي اكتر فريق، لو عرضنا التصميم، النادي الاهلي اكتر فريق سجل اهداف في الدوري 54 هدف، اقل فريق استقبل اهداف 7 اهداف، أكيد اكتر فريق حقق شباك نظيفه 22 مباراه، اكتر فريق تحقيقا للفوز 23 فوز، وادي الارقام قدامنا اهي، اقل فريق هزيمه بدون، الحمد لله بدون اي هزيمه. فانت بتتكلم ان ارقام، الحمد لله، ارقام ممتازه للنادي الاهلي. النادي الاهلي بيواجه ضغط مباريات هذا الشهر ب9 مباريات، مارسيل كولر بيتعامل معاها بذكاء شديد في عمليه الروتيشن والراحه، شفنا امبارح راحه مثلا مروان عطيه، دخول فخري وجندوزي في وسط الملعب، بحيث ان انت بتحاول ان انت اللعيبه حتى الفرحه بتاعتهم لما مارسيل كولر امبارح قال لهم بعد المباراه وقال لهم ان انا مديكم اجازه 48 ساعه، شفنا كلنا الفرحه والاحتفال بمارسيل كولر لما شالوه، ده دليل ان اللعيبه ما بتاخدش اجازات، ما بتاخدش راحه. انت عارف ادي يا دكتور، قدامنا برضه صوره على الشاشه، اقول لك على فده حاجه، دليل على الضغط البدني والنفسي والذهني الموجود على لعيب النادي الاهلي. نتمنى ان الحاله الموجود عليها والموسم، خلي بالك النادي الاهلي بيقرب من البطوله الخامسه، ان شاء الله يوم الخميس باذن الله نحتفل بالبطوله الخامسه، يبقى انت كمان واخد 5 بطولات السنه دي، هيبقى ان شاء الله موسم تاريخي واحد المواسم التاريخيه للنادي الاهلي. دكتور ثابت سامعني كويس؟ اه سامع، اتفضل. طيب، هو كان قايل لهم قبل المباراه طبقا للبرنامج بعد مباراه الاتحاد هو في يوم واحد اجازه عشان نستعد لمباراه الخميس. بعد ما خلصت المباراه، فلما نزل ارضيه الملعب والكابتن سيد جمع كل اللعيبه، قال لهم لا يا جماعه انا كنت قايل لكم يوم واحد، فالكل توقع انه هيلغي، قال لهم لا اليوم بقى يومين. فعارف انت الفرحه كانت سعيده جدا، انا واحنا بنتفرج بعد نهايه المباراه كنا متوقعين، قلنا خلاص اللعيبه بتحتفل ان خلاص باقي خطوه نقطتين ويتوج الاهلي بطل الدوري، وكانت برضو احنا استغربنا قلنا الاهلي ما بيعملش ده الا لما بيكون بطل رسمي، لكن كانت مفاجاه ان اللعيبه يا عيني على مدار موسم طويل جدا وضغط ماتشات كتير، الاهلي السنه دي احنا دلوقتي بنقول يا دكتور احمد كنت قلت لي الرقم ده قبل كده، قربنا من 55 مباراه ولسه الموسم ما خلصش، يعني رقم كبير جدا عليهم اكيد. ضغط بدني كبير، ولسه كمان الموسم الجاي يعني ان شاء الله في توجه ان ممكن يتم اراحه بعض اللعيبه الاساسيه ان شاء الله بعد حسم بطوله الدوري، في توجه ان شاء الله ان يتم اراحه بعض اللعيبه الاساسيه من اجل الموسم الجاي. باذن انت الله. النهارده كمان دخل بقى عندك الدوري الافريقي اللي هي البطوله الجديده بقى، المسمى الجديد بتاع دوري السوبر الافريقي اللي هيبقى في اكتوبر، وعندك بطوله السوبر الافريقي قدام اتحاد العاصمه، وعندك الدوري، وعندك كاس العالم للانديه، وعندك كاس مصر، وعندك كاس مصر القديم وكاس مصر الجديد، فانت دخل، وعندك كاس امم افريقيه في شهر يناير، فانت عندك معمعه ماتشات الموسم الجاي ممكن يصل ل 71 ماتش. طيب، تتوقع بعد الفوز على الاتحاد ونتيجه الاسماعيلي والتعادل والروتيشن اللي حصل في المباراتين، كولر ممكن يشتغل على مباراه الزمالك ازاي؟ اعتقد ان كولر مدرب واقعي جدا ومدرب مدرسه اوروبيه، اللي هو انا داخل ماتش الزمالك عايز يكسب، عايز يحسم المباراه وعايز يحسم لقب الدوري. اعتقد ان هو هيبدا بالتشكيل طبعا، كل العناصر الاساسيه، العوده للتشكيل الاساسي بتاعه بالكامل، اعتقد ان شاء الله باذن الله خير يعني ان شاء الله. انا شايف ان نادي الزمالك طبعا بيمر بحاله برضو كويسه، بقاله 6 مباريات بيكسب على التوالي، ودي لاول مره تحصل السنه دي. نادي الزمالك جاي وعايز ان هو يحاول يعمل، يا اما يتعادل يا اما يكسب، عايز يعني يختم الموسم بتاعه باي حاجه، اي حاجه معنويه، لان الموسم بتاعه طبعا موسم صفري. اكيد اكيد. طب كلمه اخيره لو تختم بيها كلامك. انا عايز اقول لك بس ان موضوع نادي القرن تم فتحه النهارده عشان 9/7، فصفحه نادي الزمالك نزلت ان 9 اكبر من 7 وال7 برضو اكبر من 9. خليني اقول لك ان النادي الاهلي يا جماعه سنه 94 المعايير تم تاني نشرها نفس في الموضوع، الجرايد المصريه. ايه هو نفس الموضوع اتفضل. لسه بنتكلم فيه. عايز رايي يا دكتور؟ بص اقول لك على النهارده حاجه، عايز رايي، الصفحه عايز رايي، بص اقول لك على حاجه، احنا الحمد لله واخدين 11 دوري ابطال وهنلعب السوبر ليج خلال شهرين ثلاثه،
والأهلي عمل رقم قياسي في كأس العالم للأندية. كثرة الردود على مثل هذه الأكاذيب بتصنع عليها حالة في الوسط، وهي أصلا حالة ليس لها محل من الإعراب. فوجهة نظري إن إحنا أساسا نخلي نتائجنا والألقاب اللي بيحققها الأهلي هي أكتر رد على أي أخبار كاذبة البعض بيحاول يرددها. فكل ما البعض بيحاول يثبت أو يشوف إن هو نتائجه الموسمية صفر، بيحاول قدر الإمكان يرجع ويفتح في دفاتره القديمة، وإحنا مش هنبص لورا، دايما هنبص لقدام. أنت هتتكلم عن المعايير والناس كلها عارفة المعايير، فصدقني والله يعني مش هنخلق حالة جدلية على موضوع أساسا لا موضوع فيه أساسا يعني. خليني اقول لك معايا محمد برضه، انا متفق معاك طبعا ان في ولاد صغيره بتبقى لسه جيل جديد طالع، فالجيل الجديد ده محتاج بيتم ان انت بتحط في عقله ان النادي الاهلي مش عارف السبعه اكبر من التسعه وكده، فبيبقى مطلوب بعض الرد برضه، ان انت ممكن ترد يا جماعه المعايير دي ان هي تمت، يعني لو عرضنا حتى ان النادي الاهلي سنه ليه واخد القرن بطل القرن العشرين، ان هو واخد 40 نقطه، ان ده تصنيف تراكمي، النادي الاهلي هو بطل القرن الماضي، ادي اللي قدامنا الارقام برضه، مثلا النادي الاهلي بطل ابطال الدوري بالنظام القديم مرتين، فكان البطل ابطال الدوري بياخد 4 نقط، 2 في 4 ب 8، ابطال الكؤوس 4 مرات، 84 و85 و86 و93، لما تضرب 4 في 4 ب 16، نهائي ابطال الدوري بالنظام القديم انت واخده مره 3 نقط، نص النهائي بالنظام القديم 81 و88 ادي نقطتين، 2 في 2 ب 4، ودور الثمانيه انت واصله 3 مرات، 2 في 3 ب 6، ودور الثمانيه برضه بالنظام القديم، ده كان بالنظام الجديد، النظام القديم مرتين 2 في 1 بنقطتين، وخدت دور الثمانيه ابطال الكؤوس، وصلت دور الثمانيه ابطال الكؤوس مره واحده سنه 92 نقطه، لما تجمع يا جماعه تلاقي النادي الاهلي 40 نقطه، على عكس مثلا نادي الزمالك، نادي الزمالك برضه هتلاقيه واخد، نبص على ارقام نادي الزمالك هتلاقي انه واخد 37 نقطه، نادي الزمالك ابطال الدوري بالنظام القديم 4 مرات، 4 في 4 ب 16، واخد ابطال الكؤوس الافريقيه مره واحده ب 4 نقط، واخد الابطال الدوري بالنظام القديم 3 نقط، ووصل نص نهائي بنقطتين، وصل دور الثمانيه وتاني المجموعه ادي 1 في 3 ب 3 نقط، وصل دور الثمانيه في ابطال الدوري بالنظام القديم ادي نقطتين، ودور الثمانيه في ابطال الكؤوس ادي نقطه، السوبر الافريقي نادي الزمالك اخده مرتين بنقطتين، وكذلك برضه نص النهائي في ابطال الكؤوس ونص النهائي كاس الاتحاد الافريقي سنه 76 و79 بنقطتين، لما تجمع تلاقي ان نادي الزمالك واخد 37 نقطه، فالتصنيف كان بالتراكمي، والتصنيف ده شغال لغايه دلوقتي، عشان برضه ما حدش يجي في القرن ال21 ويقول مش معنى او مش عارف ايه او عدد البطولات. النادي الاهلي كان عدى دكتور احمد 23 سنه من القرن الجديد، وبص على التصنيف هتلاقي انت رقم واحد، وغيرك اللي بيتكلم على 100 سنه فاتوا رقم 7 و8 دلوقتي. بص كده محمد بعد اذنك، بص على القرن الجديد، يعني انا عرضت لك القرن القديم، هات الصوره اللي بعدها هتلاقي برضو القرن الجديد النادي الاهلي هو المتصدر بفارق كبير جدا عن الترجي التونسي، يعني الترجي هو المنافس. أكيد. كان ساعه تغيير اللوائح برضو، الناس اللي بتقول ان ساعه تغيير اللوائح اللي هي اللائحه اتغيرت سنه 94، وقت تغيير اللائحه كان المنافس الحقيقي للنادي الاهلي هو كوتوكو، كان كوتوكو في المركز الاهلي في المركز الاول ب 34 نقطه، وكان بفارق نقطتين عن كوتوكو، فانت يعني وقت كمان في التصنيف القرن القديم الاهلي هو نادي القرن القديم، والقرن الجديد النادي الاهلي هو بطل القرن الحالي بفارق برضه نقاط أكيد. كبيره عن نادي الترجي التونسي أكيد. اللي هو المنافس دلوقتي علي، يعني اللي بينافس نادي الاهلي في القرن الجديد الترجي ومازيمبي. اكيد دكتور احمد انا بشكرك شكرا جزيلا، شهر واثنين هتلاقي برضه الموضوع بيتفتح تاني، وهتلاقي نفسك مضطر انك ترد تاني، فالموضوع ده مكمل معانا ال 100 سنه مفيش فايده، يعني كل ما يبقى الموسم صفر هتفضل تدور في دفاترك القديمه، واحنا وانت او انا وانت عارفين الكلام ده، وكل جمهور الاهلي عارف الكلام ده. انا بشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيق ليك، ودايما بنستفيد من كل الارقام اللي بترصدها بخصوص مباريات الاهلي في الفتره الاخيره وفي مباريات الدوري العام. طيب قبل ما اطلع لفاصل، بكل امانه وبكل صراحه، بما ان احنا دايما هنا بننتقد بعض الاخطاء التحكيميه في بعض المباريات، ولكن بامانه بكل امانه، مباراه امبارح الاهلي والاتحاد السكندري، الحكم الدولي محمد معروف عمل مباراه ممتازه، مفيش خطا يذكر، يعني ضربه الجزاء الراجل قريب من اللعبه جدا، ومجرد ما شاف الالتحام والخطا احتسب ركله جزاء، حتى الفار ما خدش وقت في المراجعه، ضربه جزاء واضحه وصريحه. الهدف الثاني بقى مسته كحاله تحكيميه، انك اديت اتاحه فرصه للعبه جت هدف، رغم ان كان في فاول كبير جدا واضح جدا في نص الملعب مع محمد فخري، بجد بامانه شابوه لكل طاقم التحكيم، ولكن الكابتن محمد معروف تحديدا
بما انه لسه راجع من كاس العالم للشباب في الارجنتين، انا بحييه على ادارته الجيده لمباراه الاهلي والاتحاد. وانا على المستوى الصحفي يعني عارف ان الكابتن محمد معروف من الحكام المرشحه لكاس العالم 2026 في امريكا وكندا والمكسيك، وبعد كاس العالم اصبحت كل مبارياته بيتم رصدها من الكاف والفيفا، لان الحكام الدوليين اللي بيبقوا حكام نخبه او المرشحين للبطولات الدوليه الكبرى بيبقى في رصد لكل المباريات، وحتى هو بيختر اللجان الخارجيه بالمباريات اللي بيديرها فيه على المستوى المحلي. فامبارح المباراه على المستوى البدني على المستوى الفني كان رائع جدا، وعمل مباراه مميزه بالتاكيد، بنشكره على هذا الاداء بغض النظر عن النتيجه. والله القصه بالنسبه لنا كتقييم للاطقم التحكيميه ما لهاش علاقه بالنتائج، حكم اجاد ولعب، وحتى لو الاهلي خسر هنشيد بطاقم التحكيم. فامبارح محمد معروف رغم حاله القلق عند بعض الاهلاويه نتيجه السوابق المباريات الماضيه، ولكن بامانه امبارح عمل مباراه كبيره جدا، بنحييه على هذا الاداء وبنتمنى يا رب يفضل بنفس الشكل وهذه الاستمراريه خلال الفتره اللي جايه. فاصل ثم نواصل. طيب السوشيال ميديا فيها كلام كتير جدا بخصوص اخبار الاهلي وما كتب في السوشيال ميديا بخصوص اخر الاخبار في النادي الاهلي، نطلع نتابع اخر اخبار الترند. طيب اخر اخبار الترند، والبدايه مع ترند الاهلي. ترند الاهلي النهارده البدايه برساله حلوه جدا من محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخبنا الاول. الشناوي من خلال حسابه على تويتر نشر صوره لحمزه علاء وكتب راسك فوق يا بطل. حمزه علاء امبارح ظهر متاثرا بالتاكيد بعد الهدف اللي دخل مرماه، لان حمزه علاء على مدار البطوله كان الحارس الوحيد الذي لم يدخل مرماه اي هدف، وكان واخد 4 كلين شيت، 3 مباريات في دور المجموعات ومباراه السيمي فاينال امام غينيا، فكانت المباراه النهائيه هي الخطوه الاخيره. ولكن من سوء حظه يعني دخل فيه هدف في الشوط الاول، كان هدف التعادل للمغرب، ولكن الهدف اللي احرز في مرماه وكان هدف للمنتخب المغربي الثاني كان هو الهدف اللي خسر بيه منتخبنا الوطني. وحمزه حس ان هو يعني او شعر ان هو ليه دور حتى ان ما قدرش يتصدى للكوره وبالتالي دخلت هدف. حمزه عمل بطوله كبيره جدا، واي حارس معرض لاي خطا، ولكن الهيستوري بتاعك وتاريخك في البطوله يشفع عليك ان انت تعدي الغلطه دي والكل يغفر لك الغلطه دي. عشان كده امبارح الشناوي كان حريص ان على حسابه في تويتر ينزل صوره لحمزه علاء ويكتب عليها راسك فوق يا بطل، وحتى الصفحه الرسميه للاهلي اشادت بحمزه علاء، وكانت او كان الاشاده او كانت الاشاده الاكبر من الاتحاد الافريقي باعطاء حمزه علاء حارس الاهلي والمنتخب الاولمبي لقب افضل حارس في البطوله. طيب حساب في الجول بيتكلم على علي معلول اصبح المدافع الاكثر تسجيلا في تاريخ المارد الاحمر في البطوله المحليه. علي معلول يصل لهدفه رقم 34 بقميص الاهلي في الدوري. علي معلول بصراحه يعني زي ما بيقولوا كده ملك الحلول، عامل ارقام ممتازه جدا منذ ان انضم للاهلي في 2016، ارقام واحصائيات واهداف واسيست وحاجات كتيره جدا علي معلول عملها مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، واكيد علي حريص على انه يقدم الافضل خلال الفتره الجايه. وامبارح كولر فضل ان يريح علي ما بين الشوطين ويستبدله في الشوط الثاني عشان يكون جاهز لمباراه القمه يوم الخميس المقبل. طيب مباراه القمه، حساب يلا كوره اهتم وحب يعرف موقف الاهلي من طاقم تحكيم قمه الزمالك في الدوري. كلنا عارفين ان الزمالك كان اعلن وليس تقدم رسميا، اعلن من خلال وسائل الاعلام انه عايز طاقم تحكيم اجنبي، ولكن على المستوى الرسمي الزمالك لم يتقدم باي شيء ولم يطلب رسميا طاقم تحكيم اجنبي. الاهلي تركيز الجهاز الفني واللاعبين والاداره على الملعب، مش عايزين يتكلموا خارج الملعب، وده اللي حصل حتى في مباراه نهائي افريقيا لو تتذكروا، وانا هنا قلت وطلعت قلت الاهلي مش هيتكلم على حكام مباراه النهائي لا على الذهاب ولا على الاياب، والتركيز كله في الملعب. نفس الامر الاهلي لو سالت الناس اه طبعا طاقم تحكيم اجنبي هيكون افضل شيء في ظل ان الموسم الحالي فيه اخطاء كبيره، وطاقم التحكيم الاجنبي هيبقى فير على الجميع في ظل المشاكل التحكيميه اللي احنا شايفينها السنه دي. ولكن لما تسال بقى على المستوى الرسمي هيقول لك حاجه واحده بس، احنا مركزين في الملعب، كل تركيزنا في الملعب، عايزين نحسم الدوري، عايزين نحتفل بالدوري، عايزين نخلص الموسم بدري. فكل دي هي يعني الاتجاه او الكلام الاكتر اللي موجود داخل النادي الاهلي، التركيز في الملعب اكتر. اي حد تاني عايز يتكلم على حكام اجانب يقدم رسمي، مش كلام للشو او الكلام للاستهلاك المحلي. عايز حكم اجنبي قدم رسمي وادفع الفلوس، ما عندكش مشكله قدم. طيب كوره بلس، موقف بيرسي تاو من اهتمام نادي بيرلي وحاله واحده للرحيل عن الاهلي. كلام بدا يطلع كتير في خصوص
فكره بيرسي تاو وممكن ينتقل ولا لا، الكلام كله جاي من صحف جنوب افريقيه، يعني مفيش حتى صحيفه مصريه اتكلمت على ان بيرسي تاو عنده عروض او هو بيبحث عن عروض، لا الكلام كله جاي من خلال صحف جنوب افريقيا، والكلام اللي على من خلال بعض المصادر يعني ان النادي الاهلي اكيد بيفكر انه يؤمن مشوار بيرسي تاو مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه، وان لو متبقي في عقد بيرسي تاو سنه او سنه ونص من بدري ممكن نتكلم معاه على فكره الاستمراريه خلال الفتره الجايه. الراجل على فكره عنصر مهم جدا في التشكيله وفي اداء فريق الاهلي مع مارسيل كولر. الفتره اللي جايه كل شيء هيتم مناقشته بوقته عشان الحفاظ على القوام الاساسي، واللي بيعد من ابرز اللاعبين في القوام الاساسي بيرسي تاو. طيب كوره بلس، كولر يرحب بعوده صلاح محسن لدعم الهجوم. طيب في تصريحات لكولر بلس، مصدر قال لكوره بلس ان كولر رحب بعوده صلاح لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد، وانا من خلال معلوماتي بقول لكم ان كولر في اسماء كتيره جدا من اللعيبه المعاره اتعرضت عليه، والاهلي عنده عدد كبير جدا من اللاعبين المعارين خارج مصر، او قصدي يعني في الدوري المصري، ولاعبين اجانب حتى كمان زي ميكيسوني او حتى والتر بوالي. الاهلي بيشتغل على محورين، محور ان في عروض لبعض هؤلاء اللاعبين ممكن يستمروا في انديتهم، وممكن يتم تجديد اعارتهم لانديه اخرى، وممكن يتم الاستغناء عن بعض هؤلاء اللاعبين. طيب صلاح محسن، صلاح محسن لاعب في انبي معار خلال هذا الموسم، وفي بند بيسمح لانبي ان هو يشتريه بعد فتره معينه، ولكن الاهلي فضل ان خلال الفتره الحاليه يستعيد صلاح محسن عشان حاجتين. اولا لو في عرض افضل ممكن ينتقل ليه الفتره اللي جايه افضل من عرض انبي، يبقى الاهلي يستفيد ماديا اكتر من القيمه اللي موجوده في عقد الاعاره بالنسبه لانتقال صلاح محسن. ده واحد. اتنين، صلاح محسن بعد ما يرجع من الاعاره هيكون تحت امر الجهاز الفني، وفي حالة التعاقد مع أكتر من رأس حربة أكيد هيكون في إعارة لصلاح محسن. طب لو ما فيش تعاقد مع أكتر من رأس حربة واكتفيت برأس حربة أجنبي بس مع وجود كهربا ومحمد شريف، ممكن كولر وقتها يشوف إن صلاح محسن يكون موجود كلاعب مهم جدا مع الفريق الفترة الجاية، وبالتالي الأهلي بيفكر للفترة الجاية وبيخطط في كذا محور. أولا ناحية إن الأهلي يستفيد ماديا، والناحية التانية ناحية فنية تتعلق باختياراتك في الموسم الجديد ازاي هتتم، وازاي ممكن تستفيد بصلاح محسن للموسم اللي جاي، هل ماديا ولا فنيا، ولكن ده يتوقف على التعاقدات اللي هتتم خلال الفترة الجاية عشان دعم خط الهجوم. اعتقد شرحتها بشكل كويس، لان انا عارف الفترة الأخيرة في ناس كتير بتتكلم على مسألة عودة بعض اللاعبين والأمور مش واضحة للكل، وانا عارف الجمهور بيحب يهتم بالتفاصيل دي في الموسم اللي جاي. طيب المصري الرياضي بيقولوا ديخية يحسم مصير محمد الشناوي من الرحيل للدوري السعودي. المصدر يعني او الصحف السعوديه اتكلمت ان في حال انضمام ديخية لصفوف النصر سيكون الشناوي خارج حسابات النادي السعودي، وفي حال انتقال الحارس السنغالي مندي لصفوف اهلي جده سيتم الصرف النظر كذلك من جانب اهلي جده على انتقال الشناوي. وانا عايز اقول لكم نقطه مهمه جدا، بما ان مفيش حاجه رسميه اصلا في هذا الشان، جميع الصفقات والتعاقدات اللي بتتم في السعوديه لضم ابرز اللاعبين الاجانب او اللاعبين اللي بتلعب في الدوريات الاوروبيه الكبرى بتتم من خلال صندوق بيبقى حريص على ضم افضل اللاعبين لاكثر من نادي سعودي في الفتره اللي جايه. الهدف الاساسي بالنسبه لهم ضم افضل العناصر اللاعبين المحترفين اللي بيلعبوا في اوروبا. يوم ما بيفكر ممكن يضم لاعب من الدوريات العربيه، ده هيتم في المرحله الاخيره من التعاقدات بعد حسم مساله التعاقدات مع اللاعبين الاجانب اللي هم بيلعبوا في الدوريات الاوروبيه سواء لاعيبه افارقه او لاعبين اوروبيين. فكره ان في لاعب او حارس سنغالي زي ديمندي ممكن يلعب في اهلي جده، ده وارد جدا بنسبه كبيره. كان في كلام برضو كمان على ساديو ماني على فكره ممكن يروح اهلي جده، في كلام دلوقتي على ديخية ممكن ينتقل للنصر السعودي، كل ده هنعرفه الفتره الجايه، ولكن على المستوى الرسمي انتقال هؤلاء اللاعبين بيتم من خلال صندوق استثماري متعلق بدعم الانديه السعوديه عشان يعملوا ابرز او يعني انتقالات لابرز اللاعبين الاجانب في الدوري السعودي. فيما بعد اذا فشلت صفقه اي لاعب من اللاعبين الاجانب المحترفين في اوروبا اكيد هيكون في الاهتمام بابرز اللاعبين اللي بيلعبوا في الدوريات العربيه، ولكن رسميا مفيش اي حاجه، وبنسبه كبيره الشناوي مكمل مع الاهلي خلال الفتره اللي جايه. اليوم السابع، الاهلي يضع الرتوش الاخيره على صفقه خليفه علي معلول في الجبهه اليسرى. نفس الامر زي ما كنت بتكلم في جزئيه صلاح محسن، انت عندك اكتر من لاعب معار في هذا المركز، عندك محمد شكري وعندك محمد اشرف حاليا موجود في الفريق وعندك علي معلول، ف
لسه في كلام في مساله التدعيمات بالنسبه للفتره اللي جايه، ولكن ان شاء الله الاهلي يقدر ينجز هذا الملف بدري جدا عشان القايمه الافريقيه خلال الشهر اللي جاي. حساب اليوم السابع، الاهلي يستعد لوداع اللاعب الثالث في قائمه الراحلين بعد حمدي وسافيو. كنا عارفين ان حمدي فتحي خلاص انتقل للوقرة القطري، وبرونو سافيو البرازيلي رجع لناديه السابق كبولوفار البوليفي. يعني في كلام خلال الساعات اللي جايه برضو ان في اتجاه بنسبه كبيره شادي حسين ينتقل لاحد الانديه الصاعده للدوري الممتاز، ولكن في التوقيت المناسب لما بيتم كل هذه الاتفاقات النادي الاهلي هيعلن بشكل رسمي. اخر حاجه معايا، ودي كنا انفردنا فيها الاسبوع اللي فات، وكنا انفردنا برضو اتكلمنا على السوبر الافريقي ما بين الاهلي واتحاد العاصمه الجزائري. ملعب القاهره 24 اهتم بتصريحات لباتريس موتسيبي رئيس الكاف اللي اتكلم فيها على هامش اجتماع اللجنه التنفيذيه في المغرب، واتسال على دوري السوبر الافريقي ايه نظام البطوله؟ هتنطلق امتى؟ في كلام على تغييرها؟ احنا هنا في برنامج الترند انفرضنا الاسبوع اللي فات وقلنا السوبر ليج هيتغير اسمه. وحتى الاسم الجديد اللي قاله باتريس موتسيبي انها هتكون المسابقه اسمها الدوري الافريقي الممتاز برضه هيتغير اسمها، وهيبقى البطوله ليها اسم بيطلق من خلال اسم راعي، هيكون هو الراعي الرئيسي للبطوله عشان يتم تسويق البطوله بشكل جيد جدا. ولكن باتريس موتسيبي اكد اللي احنا قلناه لما قلنا ان السوبر ليج هيتغير الاسم وهيبقى اسمه الدوري الافريقي الممتاز، بس احنا كمان قلنا ان البطوله هيبقى ليها اسم راعي هو اللي هيطلق بيها هذه البطوله. الحاجه الثانيه، احنا هنا في برنامج الترند انفرضنا الاسبوع اللي فات وقلنا ان ماتش الاهلي واتحاد العاصمه مش هيتلعب في شهر 8، وقلنا المباراه دي هتتاجل. الكلام اللي خرج من اللجنه التنفيذيه دون اعلان رسمي ان المباراه ممكن تتلعب في اول 9، وانا للمره الثانيه باكد لكم المباراه ممكن تتاجل تاني بنسبه كبيره، ممكن تتاجل تاني خلال الساعات الجايه او الحلقات اللي جايه. ممكن ننفرد بميعاد كاس السوبر الافريقي، وممكن ننفرد بمكان اقامه هذه المباراه ما بين الاهلي واتحاد العاصمه، ولكن الموعد النهائي لسه لم يتم الاتفاق عليه. هل هيتلعب في 9؟ هل هيترحل شويه؟ كل ده وارد، والتاجيل وارد تاني ان ممكن مباراه ما تتلعبش في اول 9. المكان فين؟ اتقال لي من بعض المصادر هيبقى مفاجاه، ده اللي اتقال لي بالظبط، بس فين؟ لسه لغايه دلوقتي مفيش استقرار رسمي. ايه هي المفاجاه؟ مش عارف. هل ممكن لو البطوله رجعت من تاني وتتلعب بنفس لائحه دوري الابطال دي مفاجاه؟ اتمنى تبقى مفاجاه سعيده ان المباراه تتلعب في استاد القاهره الدولي خلال الفتره اللي جايه. طيب نروح للترند المحلي. والاتحاد الافريقي اعلن من خلال حساباته الرسميه عن افضل تشكيله مثاليه في كاس الامم تحت 23 سنه. التشكيله المثاليه فيها 4 لعيبه من مصر و3 لعيبه من المغرب، ودي النقطه اللي لفتت انتباهي. المغرب على فكره فازت بالبطوله، ولكن اللجنه الفنيه لما حبت تعمل افضل 11 وتشكيله مثاليه اختارت الاربعه او العدد الاكبر يكون من مصر. الرباعي مين؟ حمزه علاء حارس المرمى، حسام عبد المجيد المدافع، والجناح ابراهيم عادل، والمهاجم اسامه فيصل. هنيئا لهذا المنتخب على هذا الانجاز الكبير. طب حساب اتحاد الكوره اهتم بنقل تصريحات ميكالي المدير الفني للمنتخب الاولمبي اللي اتكلم على خساره منتخبنا المباراه النهائيه وحصوله على المركز الثاني. ميكالي قال كانت مباراه كبيره جدا، سيطرنا على المباراه منذ البدايه اداء ونتيجه الى ان تم طرد لاعب من عندنا. استطعنا المواصله رغم النقص العددي، وذلك جعلنا نشعر باننا حققنا جزء كبير من هذه البطوله. هناك امور تحدث في كره القدم لا يمكن ان نتحدث عنها بشكل مباشر. مبروك للمغرب التنظيم والبطوله، ولكن احيانا التحكيم لا يكون على ما يرام. انا حزين من داخلي، كنت اخطط للمشروع بشكل معين، بثق في قدرات هذا الجيل على الصعود لمنصه التتويج، واشكر كل الجمهور المصري على المشاعر النبيله. خسرنا، ولكن الخساره بامور ليست في ايدينا، هذا يحدث في عالم الكوره. ولا يرغم من النقص العددي لعبنا بشكل جيد وسيطرنا بعض الوقت، وكنا نستحق افضل من ذلك بكثير. طب نروح لحساب اليوم السابع، محمد صلاح على راس اختيارات ميكالي في الالعاب الاولمبيه في باريس 2024. مش عارف هل ممكن ده يحصل ولا لا، ولكن كان الكلام ده اتقال برضه في اولمبياد طوكيو، وقتها ما قدرش الكابتن شاوي غريب يستعين بمحمد صلاح نتيجه طبعا ان البطوله بتتلعب في توقيت كل الانديه الاوروبيه مديه اجازات وراحه لكل اللاعبين. ولكن بدري بدري كده اتمنى الجهاز الفني يشوف النواقص اللي موجوده في الفريق، ويشوف ممكن مين يكون اضافه للفريق في هذه البطوله، زي ما عمل الكابتن هاني رمزي في اولمبياد لندن 2012. استعان بثلاثه من الاهلي، احمد فتحي، عماد متعب، محمد ابو تريكه، والثلاثه كانوا مؤثرين جدا في تشكيله المنتخب الاولمبي اللي كان بيقوده الكابتن هاني رمزي وقتها. طب حساب يلا كوره، حال اختياره
مصدر بالكاف ليلا كورة: لا نمانع خروج أمين عمر من معسكر الحكام المحترفين لإدارة مباراة القمة. حتى هذه اللحظة الاتحاد لم يستقر على مين حكم مباراة القمة. الأسماء المرشحة بتنحصر ما بين اثنين: أمين عمر أو محمود البنا، وعلى الفار بنسبة كبيرة الكابتن محمد عادل نظرا للخبرات الكبيرة اللي عنده في الفترة السابقة، ولسه راجع حتى من بطولة أفريقيا أندر 23 اللي كانت بتتلعب في المغرب. ولكن في فترة مباراة القمة في معسكر هو المعسكر الأول للحكام المحترفين، وده هيتعمل من الأربع اللي جاي للاثنين اللي جاي من 12 ل 17/7. المعسكر ده هيكون فيه أمين عمر. هل المعسكر هيمنع إدارته لمباراة القمة حال اختياره؟ لا. الاتحاد الإفريقي بالنسبة للحكام المحترفين تحديدا لا يمانع إن يكون عنده حكم في المعسكر ويتم استدعاءه لإدارة مباراة كبيرة ويخرج ويرجع تاني للمعسكر. فبالتالي الاتحاد أو لجنة الحكام لو اختارت أمين عمر تختر لجنة حكام الكاف وتقول لهم أمين عنده مباراة يوم الخميس اللي جاي، مباراة أهلي وزمالك، ومن حسن حظ أمين عمر لو هيدير هذه المباراة إن المعسكر موجود في القاهرة، فسهل جدا يخرج يدير المباراة ثم يعود من تاني إلى المعسكر. بالمناسبة المعسكر ده فيه بملكة سيما الحكم الأثيوبي اللي كان البعض أشاعه وقال إنه هيعتزل، وإحنا هنا قلنا إنه بكمل للسنة الجاية ومفيش اعتزال. الراجل موجود في المعسكر ومفيش أي اعتزال. آخر حاجة في الترند الأهلي أو الترند المحلي، وكيل كلاتنبرج يهاجم عصام عبد الفتاح وبيقول يستغل اسم موكلي للعمل في بلدان أخرى. عصام عبد الفتاح طلع بيهاجم كلاتنبرج في الفترة الأخيرة بعد ما خرج من الكاف، لكن وكيل كلاتنبرج رد على عصام وقال له أنت بتستغل اسم كلاتنبرج كتير عشان تشتغل في البلدان العربية. طب نروح بقى للمشاركات والسؤال: مين أفضل لاعب من وجهة نظركم ظهر في مباراة الاتحاد؟ أستاذ رمضان حمدي بيقول كل لعيبة الأهلي رجال أوفي بكل الوعود، أبرز المتألقين تاو كهربا حسين، في وسط تألق كل هؤلاء سطع ضوء نجم صغير السن لكن كبير الموهبة محمد فخري، مستقبل خط الوسط في النادي الأهلي ومنتخب مصر في أقرب وقت، وفي النهاية نتمنى التتويج بالدوري في المباراة القادمة، بالتوفيق للأهلي دايما. طيب أستاذ هاني أحمد بيقول اسمح لي أغرد خارج السرب، من وجهة نظري أفضل لاعب في الأهلي في مباراة الاتحاد بالدوري أمس هو محمد فخري، ساهم في هدف، أفسد هجمات كتير للمنافس، امتلك ثبات انفعالي كبير. تحياتي لحضرتك يا أستاذ محمد. شكرا ليك يا أستاذ هاني. أستاذة نورة الحكيم بتقول أفضل لاعب تاو وكهربا والشحات وديانج وفخري، ده الفريق كله ماشي بجد، الفريق كله كان كويس مع شوية تركيز أكتر وعدم استسهال للماتش كنا طلعنا بسكور. مهم الثلاث نقاط في التوقيت ده. أستاذة ياسمين بتقول محمود كهربا ومحمد عبد المنعم. شكرا لكم بالتأكيد على المشاركة في السؤال، وطبعا زي ما انتم شايفين في تعليقات كتير على أكتر من لاعب. بصراحة بالأمس الفريق ظهر بشكل كويس، قدر يحصد الثلاث نقاط، وإن شاء الله ابتداء من يوم الثلاثاء الاستعداد لمباراة الزمالك. هي مباراة إن شاء الله قد تكون التتويج بالدوري، ولكن من هنا لماتش الزمالك احنا مش بنتكلم على احتفالية، مباراة صعبة، مباراة قمة، 90 دقيقة محتاجة تركيز، والتركيز والاستعداد للمباراة هيجي من السوشيال ميديا وكلام الجمهور. ماتش صعب جدا، فلازم نركز على المباراة دي ونكسب المباراة دي ايا كانت نتيجة مباراة سيراميكا وبيراميدز بالمناسبة. بعد المباراة نبدأ نتكلم في حاجات تانية، ولكن من هنا لغاية يوم الخميس اللي جاي مباراة فنية صعبة جدا وامام خصم قوي فريق نادي الزمالك. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.